عطلة جنجويد ودمروا لهم تاتشرات واستلموا منهم سلاح كمية من الفطائس. تكساس هناك كانت المهندسين كان زغاريت وكان فرح وكان بهجة وكان الناس في الشارع، كانت قصة وحكاية. كان في ما شاء الله تبارك الله جوط وفرح لأنه هجموا على الناس ديل، مشوا عليهم ودقون دق حار، ديلك دونوا لما الجيش هجم عليهم بدونوا. بدونوا وين؟ بدونوا المواطنين، بدونوا المواطنين. جيش هجم دمر العربات حقتهم، استلم منهم سلاح دنيا زايلة كمية وصيجوا الباقي. الصالحة المناطق دي ما فيها كثير، كل الناس اللي في الصالحة دي قدت بهناك، دخلت جبل أولياء، دخلت بهناك لأنه عارفة يعني حتعمل شنو. اللي كانوا أكثر منا عدد وعتاد جوا درمان انتهوا، هون حيقعدوا في الصالحة الطرفية دي عشان يموتوا كل يوم بمسيرة وبطيران. أكيد العاقل منهم بيمش بهناك بيخش بجبل أولياء، العاقل منهم بيخش بهناك جبل أولياء، اللي بيقعدوا ديل الطير، ديل الطير بيخلوا الطير هنا قبلهم، بيقولوا لهم اقعدوا واحنا حنجيبه جايينكم وجايبين لكم دعم، بيخلوا الطير. يعني ما في حاجه، غرب الحارات بهناك تمام التمام، يعني مليون المية بقت ما شاء الله تبارك الله. والجيش واقف ومتقدم، يعني في جزء تقدم وفي ارتكازات اتقدمت، يعني في ارتكازات متقدمه كانت ما موجوده لكن الان متقدمه. الناس دي كلها حارسه شنو؟ حارسه اليوم الختام. الجيش الان الواقف، الارتكازات، الجيوش القاعده في كرري، الجيوش القاعده في الحاميات، القاعده في الوحدات، القاعده في كلها حرس اليوم الختام. اليوم الختامي يا هو اليوم كل الجيوش بتتحرر فيه، كل الجيوش بتتقدم فيه، بتقدم الطيران، بتقدم المسيرات، بالمدفعيه الثقيله، بكل حاجه باذن الله الامور قاضيه، الامور قاضيه. نمشي للغوره بتاعت بقوته. الغوره بتاعت بقوته دي دخلوها من الايام الاولى لدخولنا الجزيره، دخلوا منطقه بقوته، لكن الجديد شنو؟ انه الان بيطلعوا فوق من المناطق حقته. كانوا قاعدين بسيطين، بيجوا كل مره ناس بيتضاربوا بيتكاتلوا بيموتوا ناس وبيحيوا ناس، بيجوا لغيرهم بيموتوا ناس الان تهجير. ابقوته تهجير. وابقوته ما برا الربع اللي شيرقاب المنصوري طريق الري عبد الماجد اللي ريق القنطره بتاعت اللي ريق، المناطق دي ليه؟ لان المناطق دي قريبه من الزلط بتاع جبل اوليا، قريبه من الزلط بتاع جبل اوليا بهناك النيل الابيض. الناس دي يمكن عندهم حاجه ما معروف ترتيبه شنو، لكن الان بقوته تهجير. الغرب تحت بقوته تهجير، الغرب تحت بقوته تهجير. احنا منتظرين الجيش يتحرك، يعني انت الجيش قاعد وده جاءوا المخابرات وطلع منه دق له السفير وجاءوا الوزير ودق له الامريكاني، والشعب السوداني بيعيش مأساة، بيعيش تهجير قصري، بيعيش تهجير. الزمن ما عنده وجود في حياتكم؟ انا ما اعرف القيادة، هل الزمن في حياتكم ما عنده وجود؟ هل معاناة الشعب السوداني دي فاكرين بتتحلى به سفير جاي وسفير ماشي وبلينكين؟ قال يا اخ شعبك ده بيزعلك منه الله، وللمره المليون يا برهان الله بيزعلك من شعبك ده، لا بيغفر لك جوتيريش ولا بيغفر لك بايدن ولا بتغفر لك الامم المتحده. يوم تنزل في القبر وتنزل في ود اللحد بتعرف ضرب الله واحد، وبتعرف الطفى النور حقيقي منه. لا سلطه بتنفعك، لا تطبيل بينفعك، لا قواده بتنفعك، لا علوج بينفعوك، ما بينفعك الا عملك. طالما قعدت في الكرسي ده المفروض تكون مزول عن رعيتك. الناس اللي بتتهجر الان وبتموت الان وكل يوم الشعب بيموت وحارس الجيوش حارس شنو؟ علمك الله. بتفاوض بالشعب السوداني عشان تحكم؟ ما بتحكم. انا بقول لك بالنيابه عن الجيش حقك اللي انت غايده، انت ما غايد الجيش، انا بقول لك بالنيابه عنك قسم بالله ما تقعد في الكرسي ده بدون انتصار للجيش. وتاني بحلف لك قسم بالله العلي العظيم لو بقيت تسعه برهان، ما تقعد في الكرسي ده بدون انتصار ساحق. كلام منتهي يعني، ده ما كلام، ده كلام بتاع شعب سوداني وكلام بتاع جيش سوداني. انت بتمثل منه؟ الله اعلم، الله اعلم. انا بكلمك بقول لك الحق. الناس الان اللي بتهجروا من غراهم ديل وبيشردوا والمغتصبات في البيوت ديل والبيغتصبوا فيهم للان، وللان اللي بيستبيحوا في الاعراض ديل، خلي لهم شويه بالك، خلي راسك جوا ما تخلي برا. الآن ما في حاجة الناس خايفة منها،
المحاور قاعده سايس، النار قاعده سايس، الجبل ما فيها جنجويد، الدندر ما فيها جنجويد، عندك جيوش على مد البصر بهناك، جيوش على مد البصر، عندك بهنا سنجه مليانه، والناس زي ماشيين 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 على النيل الازرق، وانت ساكن بالطيران، والطيران في مناطق ما بينفع فيها طيران يا جماعه الشير، لان الصفحه جديده البلاغات بتمشي فيها سريع، عشان كده شير ملصقات، قلوب ملصقات، قلوب ملصقات. فالان المناطق غور النيل الازرق المفروض ما طيران، المفروض جيش عديد فرقه 14 تطلع للناس دي، ليه؟ لانه الناس دي بيتسللوا غريه غريه، بيطلعوا 5 اشارات بيدخلوا، انت حتسكهم بالطياره ما بتقدر، هيدخلوا الان بدوا يتسللوا المسافه من المناطق بتاعت الرو والمناطق بتاعت ام درمان فلاته للرصيرس ما بعيده ساعتين، الغور اللي حوالينا لو دخلوا بهناك ما بتقدر تلحقهم طيران ولا بتعمل لهم حاجه، الناس دي حيقعدوا في الدمازين في الرصيرس، حيقوم في الباب بكره بعد بكره حنقعد نتفجع في الدمازين، واي فجعه تاني الشعب السوداني ما بيحملها ولا الجيش حقك اللي انت غايده بيحملها، ما بنقبل اي حاجه، ما بنقبل اي حاجه، المفروض الان الحامي الفرقه 14 تتحرك، حارسه شنو؟ حارسه لا تاشيرات بتتكون بتتجمع واحده ورا الثانيه، لما نبقوا 50 60 70 80 يهجموا على الرصيرز الشري حارسين شنو؟ اللي بيخلوهم قاعدين شنو؟ ما في سبب، نفس الشغل بتاع سنار، نفس المماطله بتاع سنار، خليتوه لما نتلملم واحده ورا الثانيه واحده ورا الثانيه واحده ورا الثانيه واحده ورا الثانيه واحده ورا الثانيه، لما عملوا كميه جو دخلوا جبل مويه اديتونا المساحه، مسكوا من جبل مويه سنجه، مسكوا الدندر، يتفروا يتشروا، وكله بشنو؟ بالمماطله وعدم الهجوم، يعني ما 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 في خطه كده، ولا في سبب مقنع، ولا في حاجه، لانه الجنجويد احنا عارفينه ما راجل، ما راجل عديل، ما راجل غير مقاتل ولا راجل ولا بيقدر يقاتل، والدليل عندك بنضربون المثل ليوم الدين، 300 جندي في المدرعات دمروا لهم الاف الجنود من الجنجويد وخلوهم يقوموا جارين وما قدروا يحتلوا لهم 2 كيلو في 2 كيلو، ده ضرب مثل لكل جيش، اي واحد يجي يتكلم يقول لك ونحن ونحن، بس تعال قول لهم في المدرعات دي خليهم يحكوا لك، شوف الشهداء وقفوا ثبتوا ملازمين لواءات رواد مقدمين جنود كله ثبت ثبت، ما قام جاري ولا اداهم بحر ولا رجع، بقايدهم كانوا متقدمين الصفوف في الدفاعات الاولى، دافعوا لما صبرت وطلعوا لبر النجاه، الان المدفعيه الان المدرعات الان متقدمه وشغاله شغل بامتياز، ليه؟ قلوب ثابته، قياده ثابته، الجنود ثابتين جواهم يقين، الكلام ده ليه ما في هناك؟ بنخلي الناس هناك قاعدين يتفسحوا ويقعدوا يتجمعوا والناس قاعدين في الدمازين، انت قاعد في الدمازين وحارس الطيران يحسب لك معركه، ما بيحسب لك، ما بيحسب لك المعركه الطيران، ما بيحسب، ما بي... بالعكس الان الطيران ممكن يكون بيضر اكثر مما ينفع هناك في المناطق، لان غرم متقاربه، الناس دي بيخشوا غريه غريه بيقعدوا فيها وعندهم معاون المعرضين والقوادين بيجندوا ليهم، هيشوقوا من كل غريه يسوقوا 10 20 30 10 20 30 10 20 30، هتستنى ليه تقول لي حيجوا الرصيرس؟ حيجوك الرصيرس، حيجوك الرصيرس، لو قعدت بالطريقه دي حارسهم جوا هتلقاهم في الرصيرس، بيجندوا عندهم معسكرات فاتحه، عندهم حواضن اشتراها بالقروش، عندهم حواضن اشتراها بالقروش كميه، عندهم جندوا من ناس محدده وجندوا دفعوا لهم قروش، الان شنو المفروض الان يكون في حركه، ما تقعد تقول برا تعال لي برا وبرا، الشعب السوداني ما بيرضى وده موضوع قافلينه نهائي، يعني لما تجي كده وتطلع تزيع البيان اعتبر نفسك مغالي، ليه؟ السبب لاننا نحن عارفين والشعب السوداني كله عارف انه معركتنا دي الوحيده في العالم كله اللي حتنتهي في الميدان، ولو ما انتهت في الميدان ما في دوله، سلام عليك، المعركة السودانية لو قال لك أي معارك والتاريخ قال وقال لك المعركة الفلانية دخلوا مكتب والمعركة دي، احنا نقول لهم في
قاعدة شاذة اسمها الحرب السودانية. الحرب السودانية دي الوحيدة في العالم اللي حيضربوا بها المثل اللي انتهت في الميدان. لأنه ذلك ما منزلات من السماء أنه لازم ينتهم في مكاتب. إحنا كشعب سوداني قرارنا واضح وصريح. ما بتيجي تضرب لي مثل تقول لي والله كل لا لا ما كنا الحروب، احنا حاربنا دي بننتهى في ميدان. بدت من وين؟ بدت من الميدان بالخيانه بننتهى لهم جوا الميدان. الكلام ده واضح. الشعب السوداني دفع ثمن غالي. ما دفعنا ثمن عشان نساوي. ولا دايرين قروش، ولا دايرين زول يساعدنا، ولا دايرين قله ادب بتاعت الدويله بتاعت شر. ولا عندها مصالح عندنا، يا اخي لافين في الغنوات بيتكلموا عن المصالح حقتهم ولازم يحموها. مصالح شنو اللي عندهم عندنا؟ بعد الحرب والتدمير ده كله ما في قرار قوي كده شجاع كده تطلع تقول ما عندهم اي حاجه وأممنا كل الشركات حقتهم؟ اعتبرناها خساير؟ في شنو؟ في شنو؟ ما حقنا ده حق شركاتهم دي حتيجي تدالي ونحيي اماراتي ثاني يوم من الايام داخل السودان وحاط الله خلقك وخلقنا يا برهان الا كان شفتها تكون هناي. السودان ده حر على الاماراتي وكفيله واتحته والبسمح كلامه والبيقول يقعد حر كده حر عشان ما تقول بيقعد ما نحن بننتصر وبنشوف في عينك دار تطرد اطرد دار تقايد والله تطرد معه لو انتصرنا بكره والله اول حاجه نعملها السفاره حقتهم بالشمع الاحمر احنا ما شعب دفعنا الثمن ده عشان نقعد نتفرد ونرجع لقديمه وعشان نجي نقتنع ما عندنا حاجه اسمها امارات في تاريخ السودان ثاني علاقاتنا كلها مع دول محترمه مع قيادات محترمه الكون ده فيه ناس محترمه وناس بنتعامل معاهم شفنا الدعم الكويتي جه السودان كيف بدون كورات وبدون جوطه وبدون اي حاجه جابوا ما شاء الله حاجات اربعه خمسه طيارات ماشات جابون تعال شوف الدعم القطري كيف تعال شوف الدعم بدون ضوضاء